السلام عليكم ويا هلا فيكم قناتنا من جديد بفيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو راح يكون عن تكوين صورة خاصة برمضان، يعتبر درس من دروس تصوير المنتجات. راح اصور صورة رمضانية بس بالجوال وانا عاملتها بالكاميرا، اصور لكم كيف راح يكون التكوين. طبعا التكوين باشياء بسيطة، يعني ممكن اللي تشوفوني قدامكم ما استخدمه كله، بس انا جايب الاغراض علشان اجرب. راح ارتب التكوين قدامكم عشان تشوفون كيف هو سهل. طبعا انا عندي خلفيات راح استخدمها، ممكن تستخدمونها بدون خلفيات، ممكن باشياء بسيطة تكونون خلفية بسيطة. فراح ابدا الحين، راح اسرع الفيديو وانا ارتب الاغراض. طبعا الاضاءة اللي راح استخدمها الاضاءة العادية المكتبية، اخذتها من جرير. ممكن تستخدمون إضاءة هادي أو فلاش الجوال لو ما عندكم إضاءة هادي، بس الأهم في الصورة كلها الإضاءة. إذا اختفت الإضاءة تخترب الصورة كلها، تكون مي واضحة. يلا راح نبدأ. نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن طبعا هنا انتهيت من التكوين. الحين راح اجرب اصور كم صورة بالجوال، لو ما عجبتني الصور راح اغير التكوين. طبعا التكوين ما يثبت من اول ما تثبتونه اول مرة، يعني تحاولون تغيرون تشيلون تحسيتون الصورة زحمة تشيلون منها اغراض. الحين راح اجرب، راح اصور بجوال ايفون ال11 خاصيات بروتري. هنا راح اصور. هذه اللقطة ممكن تطفون الإضاءة، تكتفون بالإضاءة الصفراء لو حابين شوي ظلام بدال الإضاءة البيضاء، أو إذا عندكم إضاءة صفراء ممكن تكون بعد أفضل. راح أجرب أغير التكوين وأصور مرة ثانية. هذا ايضا صورة. طبعا التكوين كل ما كان زحمة لازم يحتاج لعزل. العزل كيف تخلون الشيء اللي حابين انه يكون بارز قدام والمعزول ورا عشان ما يبين، يصير معزول زي الضبابة. خاصية البروتري هي اللي دائما طلع لكم هذه الخاصية. حجرب اكثر من صورة، نهاية الفيديو راح انزلكم بعض الصور اللي صورتها. بغير التكوين، راح اغير التكوين الحين. شوف الصورة الثانية على نفس الخلفية.
هذا التكوين. راح اخذ لقطة، طبعا كل التصوير راح يكون بالجوال. هذا الصورة مع العزل. نهاية الفيديو راح انزل لكم الصور عشان تكون لكم اوضح. في شيء نسيت اخبركم اياه عن الاضاءة، طبعا الاضاءة انا حاطتها قريب للكاس، من هذا الكاس هنا وهنا الاضاءة وقريبة واجد. اذا طبعا صارت قريبة شوف كيف الاضاءة كيف تصير. هذا من قريب، هذا من بعيد، والاضاءة من جنب جاية مو من قدام. هذه اذا من قدام، اذا حابين مثلا شوفوا الظل كيف من ورا، كل ما حركتون الاضاءة يختلف الظل حسب مكان الاضاءة، حسب الزاوية اللي تبونها تعدلون الاضاءة وتعدلون التكوين وتصورون. دوست جدا بسيط وسهل، وحبيت اصوره بما ان رمضان قرب، فحبيت الصورة تكون رمضانية. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا تنسون لايك وشير وسبسكرايب اذا عجبكم الفيديو. مع السلامة.